ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. تخيل رجل عندي ليه احترام كبير ياسر من أول السنوات اللي بديت نكتشف فيها المسرح ونبدأ نكتشف فيها الخروج لتونس العاصمة. الخروج لتونس العاصمة باش تشوف زعما اش فما مقترح، اش تقترح عليك المدينة متاعك، اش تقترح عليك تفكير، اش تقترح عليك نظرة للحاضر والمستقبل، اش تقترح عليك نظرة لنفسك. كلمة المرآة ولا من هو ما يحبهاش، انتوكا انا مرآة وانا مقترح نتاع مرآة، كانت تجيب بعض ولا جزء من الإجابات من عند شخصية اسمها توفيق جبالي ومن عند فضاء اسمه التياترو. توفيق جبالي مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا، نعرف اللي فوزيت خار وميديا وهذه حاجة تنشوفوا بعد على شنو الدل، ما نعرفش أنا على شنو الدل، علاش يمشي علاش ما يمشيش هكا على الطاير، علاش تمشي علاش ما تمشيش للي ميديا. هو سكوت مش ديما علامة الرضا، سكوت علامة الغضب. الغضب داكور، عدم الموافقة مش خير. نجم يكون فما مقاطعة على البروبو معين ولا ما كانش يولي واحد كما الفداوي متاع المرحلة. والفداوي ما يكرر نفسه، عنده خرافة يعودها، ولذا إذا كان ما عنديش خرافة نعودها هني موجود. شو فكرة الخرافة اللي تتعاود إلى حد أنه هو يرفزها، هذا وصل حتى لكلام الليل في وقت من الأوقات اللي ولا عنده عليه غضب، يقول لي ليش تعملوا جايين تضحكوا وراني مانيش نضحك. توفيق جبالي وقصة مسار كامل تنحكيوا فيه زادة شوية على الأكتواليتي، ينطلق مع بورتري تتفرجوا فيه زادة على www.mosaikefm.net en direct. توا توفيق جبالي. ضيفنا اليوم هو المسرحي توفيق جبالي، مواليد عام 44 في مدينة قصر رهلين. من الصغرى كان يعرف ثنيته وقت اللي اختار دراسة المسرح في فرنسا، وغادي كان من الناشطين لأنه كان أحد مؤسسي المجموعة الفنية لنشر الثقافة العربية بفرنسا. كان زادا من بين مؤسسي تياترو فو، واشتغل ما بين الستينات والسبعينات كممثل ومنتج ومنشط في الإذاعة والتلفزة. لكن أهم قرار خذاه توفيق جبالي في مسيرته الفنية هو تأسيسه للفضاء الثقافي الخاص التياترو في أكتوبر 87، شهر بالضبط قبل ما تونس تنتقل من الحكم البورقيبي إلى فترة بن علي. الفضاء هذا هو أحد الفضاءات الوحيدة، أو يمكن هو الفضاء الثقافي الخاص الوحيد اللي عايش لليوم ومن عام لعام قاعد يزدهر، واللي سيره مع رفيقة دربه زينب فرحات اللي هي زادة من الأسماء المهمة في المجال الثقافي. الفضاء هذا في فترة ما كان حال بيبانه حتى لفنانين من الخارج كما فلاق وبعزيز. توفيق جبالي كمسرحي صحيح اللي هو خدم مع أسامي كبيرة كما محمود الأرناؤوط ورؤوف بن عمر وكمال التويتي، وخدم زادة مع محمد دريس وغيرهم، ولكن من 2004 وقت اللي أسس التياترو ستوديو اللي هو مدرسة خاصة للمسرح ولتكوين الممثلين، توفيق جبالي أصبح يشتغل مع الممثلين الشبان والهوات اللي كونهم في المدرسة متاعه. في مسيرته رغم اللي العاديين ينجموا يقولوا عليه أنه يقدم في مسرح نخبوي ما يفهموهش برشا ناس، ولكن هذا عمره ما غطى على أنه قدم في التسعينات واحدة من أكثر المسرحيات شعبية في تونس بكل أجزائها، كلام الليل اللي هي عمل لليوم التونس يتفكروه ويردوا مقاطع منها ويستشهدوا بكلام قعد في البال. واعطف عاد على هاك الديمقراطية، قالوا الديمقراطية حكاية أكثر من فارغ، قلت لكم يا ولادي من هاك العام الديمقراطية ما تواتي كان البلدان الباردة، ولا عمركم سمعتوا بلاد سخونة فيها الديمقراطية؟ سميني بلاد سخونة فيها النيل وطالع والقطوط الفوق والدولاب تاع الديمقراطية ماشي. لاحظتوش اللي تونس هالأيامات ماشية وتبرد؟ إن شاء الله برك ما تستبردش. من أكثر الحاجات اللي تميز الكتيبة متاع توفيق جبالي هي اشتغاله على اللغة وكأنه اللانجويست، الكلمة التونسية يجبدها من قاع الخابية يفصلها يشرحها في كل المعاني اللي تنجم تحملها، النكتة، الذمار الديكالي، لدوبل سانس، لجودمو، العمق في المعنى أو في المعاني، هي كلها خاصيات ميزت كتيبة جبالي اللي كان أيضا بخلف خدمته للمسرح كتب عدد من السيناريوات للسينما كما فيلم عزيزة لعبد اللطيف بن عمار عام 78، ولا فيلم عصفور استحل
لفريد بوغدير عام 89 اللي هو اللي كتب الديالوج متاعو avec une petite apparition كممثل كما كتب زيدا ديالوج فيلم سلطان المدينة للمنصف ذويب والكسوة لكلثوم برناز. لكن الغزارة في أعماله كانت خاصة بإنتاجات مع طلبة التياترو ستوديو اللي أنتج زيدا أعمال لمسرحيين أخرين غير توفيق جبالي. إطلالاته الإعلامية ماهيش برشا وفي ذهن برشا ناس توفيق جبالي ما يعجبوش العجب، خاصة بتصريحات من نوع أنا غائب عن التلفزة لأني أرفض أن أكون الرجل المناسب في المجتمع المناسب، أو بنصيحة يقدمها للدولة التونسية الرشيدة على حد تعبيره بأنها تبيع مدينة الثقافة وتردها مركز تجاري. لكن الواضح مع جبالي هو تمرده على السائد وعلى الدغمائيات والمجتمع ورافض للقيود، ويعتبر أنه الدفاع عن حرية الإنسان من أولوياته، يرفض القوالب شكلا ومضمونا ومجدد في كل أعماله اللي فيها نوع من الجرأة ولكن أيضا برشة تجديد وتمكن كبير من الفضاء، الركح، خشبة المسرح، الإضاءة والنص والموسيقى والكوستيوم وقراءته للعالم والإنسان، هذه كلها عناصر الحلمة اللي حطها مرئية ومسموعة ومحسوسة على الركح. ضيفنا توفيق جبالي. مرحبا بك توفيق جبالي، شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا، جميل التقديم، جميل جميل، يظهر فيه نوع من التناسق. أنا ما كنتش نصور لنا عن التسلسل هذا والمهم، وخاصة في مجال تحقيق الأحلام. أنا كلمة الحلم هذه لأنه ولات تعمل نوع من البلوكاج عندي، يقول لك والله عندي حلمة ما تعملتش، يا تعملها يا تعمل ترقد، ما فماش مشكلة. ولذا ما ناشي في هذا. ثم أنا عندي عندك جملة ذكرها في وتعجبني في 30 وأنا عاير فيك، يقول الشخص، يقول أنا كل شيء صار لي بالصدفة، ولدت بالصدفة، عشت بالصدفة، تربيت بالصدفة، كل شيء صار لي بالصدفة إلا الصدفة هذيك في بالي بها من قبل. ولذا هذا الخط المتوهم متناسب، ولو هو عملت شوية اختصارات أي سليك. مش ديما هكا ساعات عندك أنت هبوط اضطراري في الحكاية تمشي لها لأنه ما ثماش حل آخر. وتوه إذا كان حتى نعطيه المسلك العام، كل شيء صار، إذا كان نحكيه على الحركة المسرحية بالذات، كل شيء صار مش بالصدفة، ولكن الفراغ هو اللي خلق التواصل في مجال معين مسرحي ناخذوه. ولا شو كيفاش هذا؟ أي هذا تنزيدوا نفهمه في 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 محطات من ناحيتك. تفضل باختصار. يعني أي تخلف المؤسسات، تخلف الدولة عن دورها هو اللي خلق هذا الحل البديل. معناتها ما ثماش مجموعات مسرحية، تخلقت المجموعات الحرة، ما ثماش فضاءات، تخلقت الفضاءات، ما ثماش تكوين أو نسبة التكوين منقوصة، تخلق التكوين. وهذا الكل نظرا، حتى تو انت باش تقول لي مثلا وهكذا هناك إشعاع في التياتر ولا خروج لبرا أمريكا اللاتينية، لا حبيت نقول لك انه حتى هذا الإشعاع وينطبق سواء كان على التياتر أو غيره، كله صار بإرادة فردية، والإدارة ماذا بها تعكس هذا الكل. ولو كان تخير اليوم الإدارة تقول لها نسكروهم مسارح هذوم، يقول يا ريت والله شخص خلينا نرتاحوا من أمهم هذوما، خلي البلاد اللي سايبونا فيها. وقال واحد من لجنة التوجيه زمان، قال والله أنا تاوسي توفيق جبالي نحبه، ما نعرفش قاعد يعمل أما نحبه. هذه لجنة التوجيه. معناها فهمت الأمور، ماهيش أترسوكي في أي فهمت. يعني أنت تحبوا مثلا تحبوا ماذا بينا نعقل أنه هذا شيء اللي صاير. والله أنا ما نعرفش، أنا جيت للتياتر وكنت نجم نعمل مهن أخرى لو كان أنا في مجتمع آخر يتيح، وراني ضابط في الجيش مثلا، ولا ضابط إيقاع. إيقاع دعد أنا ماني برتبتي، معقول وحتى عندي تاريخ حافل حتى عزفت الإيقاع في قصر الرئاسة في عهد الحبيب بورقيبة مثلا. ضبط إيقاع إلى حد أنه مثلا بعض من أصدقائك نجموا حتى يشاوروك، أنور إبراهيم نجم يشاورك ولا غيره نجم يشاورك في بعض الخيارات. علاش قلت أنا ضبط الإيقاع؟ على خاطر في وقت من الأوقات جاء الخيار هذا قدامك في حياتك، تطرح خيار فني دو توت لي مانيير. معناتها وقت اللي مشيت للمسرح كنت نجم تمشي يمكن الخيارات فنية أخرى، أما جاء المسرح كومو يسامبوزي، كيفاش جاء خيار المسرح؟ أنت ربطت هذا بالإيقاع ولا؟ لا ما ربطوش. قلت لك الخيار الفني تقولش عليه كان جاي لا محالة. أنا وقت كان أستاذ الموسيقى في الثانوية
عمل نادي الموسيقى. قال لي ليش تحب شنو تحب الآلة؟ قلت له ماذا بين نعزف الكونترباس انا. آلة. قال لي شو هذه كبيرة عليك واحد برا جيب لي دربوكا. حتى هذا من باب الصدفة ما اخترتش انا المسائل هذيك الكل الإيقاعية. قلت لي كيفاش المسرح؟ مسرح انا راهو ثم فترة اللي ما عنديش فيها علاقة بالمسرح. احنا شو عملنا؟ مو كيما جيلي انا شوية هكا شوية مسرح مدرسي شوية جامعي من هوني التنويش، ولكن الكمالة متاعه انا وقت اللي خرجت ما عنديش رغبة في دراسة الفن الدرامي في اعتى المعاهد العالمية. مشينا هكا المغامرة، يجي وقته تخرج. مشيت لباريس ثم الدورة هذيك، مشيت قبل الحاجات الاخرين بالاخرى، ولكن هذيك موجي الدورة كيما توا اي نهجوا هجيت من جملة زمرة من اصدقائي. ما كانش الهدف حتى مهنتي في الاذاعه، انا اشتغلت في الاذاعه مده في الورتيف حتى بالصدفه. انا قلت ما انا خدمت شويه في الاذاعه، عملت في الورتيف بكم 7 سنين كمان طويله، حتى ال 74 انا عامين في الاذاعه التونسيه سمد رشيد. كان هذا في بالك في بالي بي كممثل ومنوعات وهذا وقفلت سير. ومن بعد خرجنا، وبعد بعد عام تقريبا بعد حرب ال 67 قلت أنا مشيت عندي شوية هكا في الإذاعة رصيد، خلني مش نقدم روحي، مشيت قدمت روحي الورتيف. عملنا تيست ودخلت نخدم على روحي. شكون تعمل في الورتيف؟ كل شيء كل شيء كل شيء، مونتاج كرونيكر مونتاج ألعاب منوعات، أنا نعمل برامج، أنا نعمل المذيع، نقفل بالمرسياز، أنا هو كل شيء كل شيء كل شيء. معنا شلة معنا. أي عندك دي سوفنير أغريابل من البريود هذيك؟ اش تتذكر من الفترة هذيك، الفترة الهبوط من قصر هلال تونس السنوات الأولى، الإذاعة وتلز الإذاعة مش إذاعة وتلز، ومن بعد الخروج لباريس، كيفاش تتذكرها البريود هذيك؟ في باريس باريس الاستقرار بعد ما فترة اللي كل شيء هذاك هو صلحنا لوان بعسينا في الامتحانات كل الأشغال الصغيرة هذيك بتاع بتاع الاستمرار، وبعد وصلنا للاستقرار معنا وكه. وثم وفكرة المسرح جات من بعد فكرة المسرح، عملنا كمجموعة مسرحية باعتبار وأنه جاء وقت النضال، وثم فترة النضال هذاك متاع هوني ومتاع الحوادث الطلابية في تونس، وتأثرنا احنا زعما وباش نعملوا عاد النضال، وعملنا المسرحية دي قاسم عزيز معنا سي محمد دريس. يعني هذه فترة ما هيش ما توجهناش في بعد، يعني أمور ثانوية ما هيش اختيار بالمعنى أنه أي ترى ننتقله من هذا إلى هذا. كملت أنا في المحيط متاعي المهني هذا هو. في سبعينات قابلت شخصية باش تولي أصحاب انت، مارسيل خليفة قابلته على بكر. مارسيل خليفة في السبعينات في لبنان، في لبنان أول لقاء مع مارسيل وقت اللي قدمت المجنون، وكان رد فعله ممتاز هكا، فأول ولينا وقتها هو صحاب. حتى هو بيدو جاي للتياتر اللي قالوا كان في لبنان سيسا اللي قالوا كان في لبنان كان في لبنان في بيروت بيروت كان رد فعله ممتاز. من الناس اللي تحب له مثلا أغنية اسمها رتانو؟ وي كنت تحب انت حب كنت تحب انت تحب ولا تحب؟ لا انت لا لا لا, لا. شوف الأغاني أنا النضال المباشر يظهر لي ثم ناس مهيئين أكثر باش يحطوا الأشياء هذية في الواجهة، وعندهم يمكن الصنعة وعندهم الأدوات. أهم حاجة في يظهر لي في أي فن إذا كان أنا نجي ونحكي لك الحكاية اللي أنت تعرفها ومعتقد فيها ومؤمن بها، ولوش نحكي لك فيها ملا. إذا كان أنا من دخلش الخلل في الذهنية متاعك، نستدرجك إلى إعادة نظر إلى استفزاز إيجابي مش عدواني نستفزك معايا باش تمشي لمرحلة ثانية أخرى. حتى اللغة طبعا نحكيو على اللغة زعما بارتيكولير مو في الغناية هذه أنا ريتها البندقية فهمتك الحب الغناية للحب درويش لا حاجة حاجة أخرى ذاك شنو حاجة أخرى. ولكن درويش الشخصية الفلسطينية طاغية على شخصية الشاعر، هكا علاش مش ديما هو نسمعه بكل أذن هكا صاغية، نسمعه ونحترمه وحتى في المسرح
والمسرح اللي هو اليوم متسمي على المجتمع، متسمي على أي. يقول لي أنا قبل ما نجي البارح عرضني واحد قال لي استوى استوفيق غدوة ملا موزايك ملاش ثم جديد جديد نتاع شنو؟ قال لي ما هو غدوة عاد ثم حويجة جديدة يعني مش حام عليها في باش نجي ونمشحلو في الجديد. فهمت أنه العلاقة بين مسرح ولا غير ولا أناس باش نقول لك وانت ايش حاجتك بالموضوع فيها اختلاف، فيها اختلاف. أي سيدي اليوم جاي الوضع مثلا باش نحكيه على قيس سعيد وبشيشي، أي ترى حكينا على قيس سعيد وبشيشي الواش دخلني أنا. أنا عندي زون أخرى نشتغل فيها. ما هي الزون متاعك؟ الزون اللي هي خاطر كلمة الخلل ياسر عجبتني، ياسر عجبتني كلمة الخلل ياسر عجبتني. دونك أنا هي الزون متاعك؟ الزون اللي هي ما تقالتش أو ما نحبوهاش تقال اللي هي أو نسيناها على جميع المستويات. هو أهم شيء، أهم شيء أنا ضد الشخصية في ضد معناها اللي هو هذاك طبيب وهذاك مهندس وهذاك ما قال له خاطر هو فرملي وهذيك عرست به. لا، أهم شيء في الفن هو الذهن بقدر نظر عنه هو طبيب ولا شخصيته المهنية ولا شخصيته الفكرية. ذهنه اللي احنا شنو نقصيه توا في مجتمعنا انه القيم المخلبزة، القيم المخلطة كيفاش تفرزها يا اخي؟ طبيب عنده واجهة واحدة. انت مثلا تحكي على نفسك كارتيزان، كارتيزان، كحرفي. حب الكلمة انت يعني تقول انا حرفي، هذا تقوله. نعم. الحرفي ما عندوش تكنيك قواعد به، لكن المعمل، لكن في كلمة الخلل اني ندخل الخلل على الحاجة، اني ما نعطيكش القوالب، اني ما نخليكش متفرهد، انك نزعزعك فماشي ما تفكر فماشي ما. هل هو التفكير له كيف يجي؟ ما هوش عملية فوقية مش ايجا نقريك انك ندخل المسرحية ونلقى شخص ولا مسرحية يحب يفهمني في نوع من الباترناليزم، في نوع من الأبوية مزيدة. فهمني أنت أنا ماني فاهم أنا، أعطيني تراه زاوية أخرى. شكا كي نحب نقول الخلق، شوف المعارض، شخصية المعارض حاجة، شخصية اللي في خلاف حاجة أخرى. ثم نيونس بين المعارضة والخلاف. الخلاف هو عضوي ذهني مش اجتماعي، غني فقير زوالي، ما ندعش شنو كلمة زوالي ساعة من أرك ما أنتج المجتمع في الساعة الحاضرة. خاطر الزوالي نجم يكون غني وهو زوالي محدود ما عنده شيء. كيف كيف دوم سامحني، نمط العيش بتاع التوانسة، نمط العيش كي تاخذ أنت البروفيل بتاع نمط العيش، الفرق بين الغني والفقير شنو؟ ما هو يأكلوا نفس الشيء ويحبوا نفس الشيء ويسمعوا نفس الأغاني ونهايته الأخر يشوي شوية ويخرج على ثلاثة علال بشي كلهم الأخر يشوي شوية مشوي. هذا الفرق. مثلا ماشي مجتمع قاعد يفرز في قيم مستحدثة، قيم جديدة، ولكن نهنيك اللي وهذا الكل منذ أن رحبنا بالاستقلال لليوم النمط ماشي هو نفسه، الإدارة تمشي بنفس الأسلوب، الجهاز الثقافي يمشي بنفس الأسلوب، مجتمع تونسي كله لم يتغير إنما في حالة واحدة أنه تعدد، ولكن النواة الصلبة متاع المجتمع هي نفسها. رجع له توفيق جبالي كله هذا اللي تقول لي فيه، خليتك تحط أسس متاع حديثنا. تشوف كيفاش بشوية بشوية حتى كي مش نحكيه على بعض المحطات مش نقعدوا في فكرة الحرفي وباش نقعدوا في فكرة الحرفي اللي تقول انت يفرك اللعبة ويعاود يكسر اللعبة ويعاود يفبركها، وتقول انت يهدم ويعاود يبني. فكرة الخلل اللي جبت لي عليها مهمة ياسر، هذا الكل تنرجعوا له من خلال أعمالك زادة شوية. مرة على مرة ينجم يجيك نوع من التحدي. توفيق جبالي قادر انه يحكي على حياته، لكن يحكي على حياته وعلى قراراته وعلى نظرته للاشياء بمسالكه هو. وهذا يعجبني انا الحقيقه، سان بوشالانج. وقت اللي باش نحكيه مثلا على المسرح الجديد ولا مسرح فو، على جليله، على محمد ادريس، على رجب العمار، على الشله الكل،
سؤالي أوبريالاب باش يكون المسرح نتاع شكون توفيق جبالي؟ منين جانا المسرح احنا؟ المسرح نتاعنا ولا مش نتاعنا؟ هو مش لازم يكون نتاعنا، هو مش نتاعنا. مش نتاعنا هو؟ لا مش نتاعنا بالكل، استحدثناه. والمسرح التونسي تعدى بأطوار. الطور الأول نجم نقوله الفطري هو أنه أي احنا تو في حالة استعمار والاستعباد، إيجا نعملوا المسرح حتى نبدي نوع من الوطنية. نتكلم بالعربي، بالعربية الفصحى. معناتها حركة متاع مقاومة، نجم نقوله نوع من المقاومة. نوع من المقاومة، نوع من المقاومة. نكاية في المستعمر، هاني بالعربية مانيش مانيش وسيط ومانيش ثم جات حركة نجم نقوله التحديث. هو تو المصريين كيف جاوا جابولنا المسرح هذاك نتاعهم بعد هذوما الاستعمار وكذا، جابوا المسرح نتاعهم. المصريين وين اكتشفوا المسرح؟ الخديبي وقت اللي عمل لك العايده وقال اه شيء كبير، بعث نخبه من المسرحيين برا باش يتكونوا. بدايه القرن العشرين شنو اللي كان ثم موجود في العالم؟ السرياليزم والدادايزم والتياترو الابستري وغيره، هذوما كل حركات كانت موجوده. المصريين شنو اللي شافوا وشنو اللي استقبلوا وشنو اللي عجبهم؟ هو لو تياتر ليريك، المسرح الغنائي، شويه مسرح الفودفيل، لانه شافوه لاخر لكن ما دخلش الذهن نتاعهم، لانه هما عندهم مسرح فهمت ترفيهي ترفيهي بالداغوجي وما عرفش عليه كيفاش. هذايا نقلوه للتوانسه، وقعد المسرح فتره من الزمن عايش على ما لقنا من المسرح المصري، زكي طليمات وشوهبي ومسالكين هكا. ثم الى ان جاء علي بن عياد الذي احدث المؤسسه المسرحيه في سنه نحكيه، خاطر ما عنديش مؤهل ياسر باش نحكي على المسرح التونسي. احدث المؤسسه المسرحيه. ثم جات فتره جماعه من المشاغبين السويسي وجبالي وغيره قالوا شو هو المسرح سمعه هذا؟ اي قلت قلتوا بالضبط؟ قلنا مش قل مش جوستومون قلنا ما هذا؟ راني عديتها مش مؤهله، ما نعتبرك مؤهل جدا. لا استنى، مؤهل جدا بارك الله فيك، عايشك انت. اما اش قلتوا هذا؟ كيف جيتوا اش قلتوا؟ قلنا ما هذا؟ مسرح سمعه، المسرح البرجوازي، المسرح اللي ماهوش لاصق بمحن فتره وتتعدى هي وما كيفا والى متى نقعدوا. وقتها كانت الموضه جون فيلار والمسائل المسرح التياتر بوبولير وغيره، احدثت فرقه قفصه واحدثت بعدها الكاف وغيره. انا انسلخت عن الموضوع هذا ومشيت صدت البلد الاخر خارج في الهجرة. وهكذا كان الى ان وقعت العوده. العوده نتاع هالجيل هذا اللي تحكي عليه اللي هو فيه جعايب وفيه دريس وفيه مسروقي وفيه بالي وفيه رستم. نهار احنا في باريس بالصدفه جاء سي هشام رستم قال راهو بعثني سي محمود المسعدي وزير الثقافه، قال لي بالذين الجميعه هذوكم يروحوا حشتي بهم. انا كنت ما عنديش حتى استعداد باش نكون في موقع وانا مريح فيه ونمشي نضروي نمشي نغامر فيه. حسب رايك المسعدي شكون شنو كان يحب بالضبط؟ كان يحب اعاده النظر في التكوين في المعهد الفن المسرحي. داكو. ودخلنا احنا الكل في المعهد الفن المسرحي في تطويره. يعني هذه الرجوع الاول، الرجوع الاول. رغم يعني هناك كان فما فكر، كان فما عقل مدبر. ممكن ممكن. الحقيقه المسعدي نعطيك انا شويه في اللي قابلتهم الكل على امتداد على امتداد بورتري ولا غيره من اللقاءات، المسعدي يفكر لتونس ثقافيا كمام. اعطات اللي اعطات الحكايه، لكن كان فما نظره اون سارتان ارشيتكتور. شنو رايك؟ انا كيف توا مانيش مؤهل باش نعطي راي في سي محمود مسعدي ولا السياسه الثقافيه. السياسه الثقافيه خلافا لما قد يصدم السياسات الثقافيه أنه لم تتغير منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا. الماكينة بتاع وزارة الثقافة تخدم بنفس الأسلوب، بنفس التقاليد، بنفس المناطق اللي هو بنفس الممنوع والمسموح.
ولذا حتى في نجم توصفهم في بعض الكلمات شنو اللي تعتبروا الممنوع والمسموح؟ ما هذا هو على خاطر ياسر مهم. نجيو الموضوع للرقابة اللي اسمها الرقابة واللي اسمها التوجيه نسمعوا نسميها هذه كلمة كبيرة ياسر لا تنطبق على الوضع الفكري في المسرح ولا غيره في البلاد، لأنه لو نعطيك نماذج من الرقابة هي الرقابة متاعنا شنية شكون هم اللي يراقبوا؟ مجموعة من الموظفين أو المسرحيين المتقاعدين اللي هما يأذنوا يقول سي واحد من رئيسهم يقال ما لا يقال في النص يقال ما لا يقال بستر الأحمر سهلة مش معناها سهلة بالنسبة لي سهلة نعطيك أنا نعطيك مسرحية في العهد البرجيبي اتمنعت أول مسرحية عملناها في مسرح هو اسمها تمثيل كلام منعت كلمت أنا رئيس اللجنة حبش سميه لأنه نحترمه وهو توفى قلت له يا سي فلان كيفاش تعمل لنا المسرحية هذه من فضلك قال لي طولش باش نقول لك التوفيق وهذه مسرحية هذه ما تجيش للجمهور إذا مثلوها بين بعضكم قلت له كيفاش مثلوها بين بعضنا قال لي لا بصراحة مسرحية فيها هذه فيها إيش فيها قلت له إيش فيها قال لي فيها شنو إيش فيها قلت له قول لي إيش فيها بلكي يطلع ما فيهاش قال لي تو هكا انت استوفيق انت ما تعرفش ما فيهاش انا مش نقول لك ما فيهاش انت تعرفش فيها يعني هذا هذا مستوى نيفو انكرويابل نتاع رقابه المستوى الثاني ما انت اعرف على روحك اش فما فيهاش فيها شكون فيها يا خويا قال لي فيها اي دونك احنا توا ولينا خبراء في الفيها انا نقول له شنو حتى ولينا نعملوا المسرح ونحطوا فيها هكا نزرعوا فيها فيهات حتى اللجنه تعمل اها لا فيها. ما تتقالش نحيها انت تنجم تخلي البقيه قلي أي. اما فيها لا نحيها ولذا كل الاعمال المسرحيه كلها خرجت للنور والرقابه نتاعنا هو معموله لجنه التوجيه باش تنصح المسرحيين باش يتحسنوا في المردود نتاعهم نعطيك وجهة أخرى متاع رقابة من بعد في العهد بن علي ثم نص متاع بريشت أنا وقت مذكرة الديناصور يقول فيه روزو القصبة قصبة روزو قال لي اسمعني نحيها لي ذي القصبة خطر خمم في القصبة رأس الحكومة رأس الحكومة يا ولدي النص هذا موجود قال لي لا نعطيك أمثلة من الرقابة اللي هي أنا خاطر كيف نعبر عليها نقول لا ما كانش عندنا رقابة في تونس يستاءوا الناس مش كنتم معذبين والرقابة عاملة فيكم وعبقريتك ما خرجتش بفضل النقابة لا ما كانتش رقابة بكل لا رقابة ولا نقابة أنا غلطت في فهمتني لأنه نظامنا الرقابي غير نظام فكري غير نظام إيديولوجي نظام نمطي وحده إلى حد أنه ينجم يقولك أنت تعرف اللي فيه ما هوش جدانوف دبر راسك قال سايس روحك دبر راسك وسايس روحك ما تعملوا ليش ثم الرسعات يقولون بوه المسرحية هذه أي تتعدى في تونس ما يصيرش اما مش تخرجوش بها لبرا عتفاقس وبنزرت واحد ما يجيش يعني انت حكيت لجنه التوجيه كيف تنحات ورصات ما عادش فما الورقه الزرقاء انت تنرفزت قلت ولا اي معتمد ولا اي ولي نجمي ينجم يقول لي ما تعجبوش المسرحيه يقول لي اقف هذا نهار 14 نهار 7 نوفمبر اي نهار التحول المبارك عاملين اجتماع في الوزاره قالوا لي ابشر يا سي فلان راهو نحينا رجل التوجيه قلت له من فضلك تخليها لي هذيك نحبك الباسبور الازرق ما كانش يجيني معتمد كرفتني وقتي حب الوضع توا كان حين الورقه الزرقاء شوف ثم مستوى اخر رقابي اللي هو بيرنيسيو هكا مسمام شويه مسمام اللي الا وهو تحب نعطيك انا ما نمنعكش ما نمنعكش تفضل عندك نعطيك تاشيره ولكن ما نوزعكش ما نبرمجكش وهذا إلى حد اليوم لهذا ما ماشي به العمل إلى يوم الناس هذا لليوم ما عندكش تأشيرة أما ما برمجكش قال بريشت قال ماذا أش يفيدني أنا إذا كان عندي حق النشر والتعبير وأنت تملك المطابع والأوراق لويش ولذا اليوم وين أعمال الموزعة ثم أعمال موزعة للجمهورية مسرحية ثماش هو كسل وسياسة مع بعضهم وعدم اهتمام كل صفة علاش قلت لك السياسة الثقافية تعرف نهار سي شادي القليبي السي عماد الجزيري قال له
ما هو حال الثقافة سي حمدي؟ قال له كما ترى سي شادلي كما ترى. وقت اليوم هو سي شادلي عنده نوع من الحول. قال له كما ترى سي شادلي. وضعنا احنا كما ترى كما ترى. وقت اللي يصير هذا في اكتوبر 87 انت تهز دراب وحدك. دراب هذا اسمه فضاء التياترو. كيف كيف؟ كل شيء جاء بالصدفة. ما لا صدفة هذه. صدفة بنينة كمان. صدفة وحلة. داكو. ما وحلة. أنا جيت في دار الثقافة راني توا متقاعد في الدار. راني عملت عمرة ولا اثنين وراني قاعد في الدار متكلف. ولا يجيبوني كخبير في المسائل الثقافية. مثلاً. مثلاً. أي. ولا في مسائل الأمنية. ولا أيوة خبير. كونسيل أدمينستراسيون. خبير معقول. على مستشار. كما قلت لك كل الأشياء اللي صارت من فقدان شيء. فقدان المؤسسات المسرحية تكونوا الفرق الخاصة، فقدان الفضاءات تكونوا الفضاءات. جينا صدفة ثم كان قانون عامله سي محمد مزالي أنه كل المؤسسات السياحية تتضمن مشروع ثقافي. فكانت شركة تونسية كويتية جاء بديجي صغير طبق طبق الموضوع بحذافيره، عمل لك القاعتين بتاع السينما بناهم وما لقى حد يطلبهم. مشيت له قاعتينهم لي يعطيني خليني نتصرف فيهم. قال لي شنو تحب تعمل؟ قلت له نعم مسرح. اها فسر لي. قلت له هكا هكا من هنا وكا مسرح وكافي تياترو الحكايات. قال لي مبروك عليك. هذا لنا مين؟ قال نحب نعمل زاد تعريجه ظريفه. تفضل انا معاك. الكويتي ساند المشروع. اي والمسؤولة عن الإدارة المالية والإدارية ما حبتش. لم يساند لم تساند المشروع. لم تساند. جيت ضد المشروع. تونسية؟ تونسية. علاش قلت؟ قلت لي قلت نعمل قاعة أفراح ثغر بيها أكثر فلوس. للتاريخ يعني. كويتي. تعرف احنا زعماء الكويتيين لكن فوالا هاو الحقيقة. هذا سامحني هذا اللي صار. هذا اللي صار. الصدفة هذه صارت. خذينا القرض ذاك بتاع الفونابرام كما يعطيه للمهن الصغرى والمسائل كيف هناك وشين فشين تدريجيا يعني حتى ما وقت دخلنا احنا على الفضاء هذا كان سيمان يعني ما كان في حد شيء لا كراسي ولا هم يحزنون ولا مسرح ولا منصة. كرينا المدريات بتاع البناية وعملنا عليهم أول مسرحية اسمها مذكرة الديناصور. مذكرة الديناصور وغيره من اللي تيكست ومنهم دي تيكست مثلا نعرف أنا مثلا اللي أنت تحب جبران خليل جبران. عندك محبة خاصة لطريقة كتابته. فيروز أعطيني النايا وغني مثلا. استقلالية تامة في فضاء التياترو. هزيت دراب وحدك. كنت تقول أمن الدولة ما تجيونيش. إذا كان يجي حد من سلك الأمن تقوله خلص تذكرتك وادخل. نوع كيفاش خزرت له التياترو دارك فضائك. ثم الانتجريتي فكرة الانتجريتي بروبابلومون الانتجريتي. ثم عندي حصانة يا أخي حصانة احترم هو أي. هو بش هو ما سواء كان ما قلت أنت أمن الدولة ولا غيره. كل واحد يخدم خدمته. أنا نحترمك وأنت نحترمك سواء كان بالسلوك أو بالنظافة أو بالعمل واحترم أنت المكان أنت وأنت فيه. مرة جاني ثم وزير جاء دخل المسرح شوف عرض توفى صديقنا ونلقى واحد واقف في الكولوار ما انت لك شويه حاطط السلاح نتاعو قدامه السلاح هوني. قال لي انا حمايه الوزير. قلت له لما الوزير جاء كشخص مدني اسمه ما عندكش حق تقف هنا. قال لي كيفاه؟ قلت له ما انت قال لي باش نتعلمني غير تقول نعلمك عندك. قلت له امشي ادخل للوزير نقول له بلي يخرج طرد العون نتاعك. دخلت للصاله وبعد كي خرجت لقاه السيد روح كلمني رئيس المركز كيفاش قال لي نبعث لك عون انا ما تقبلوش. قلت له ما هو كيبدا مكلف بمهمه. قلت كيبدا مكلف بمهمه كلمني انت قبل وماذا بيك المره جاي بالله كيف تبعث لي انت عون قل له يتنكر في هيئه متفرج. قال لي ايش معناه؟ قلت له جاي مهندلك هكا الشكل هذاك هو لعبه
هي لعبة. هي لعبة. أنا عمر أشوف. متحبش هل الوصاية ما أنت هالبوليس موجود في فضاء عنده حرمته، حرمة الثقافة، حرمة التفكير، حرمة أي. أما نزيد نعدل لك الموقف. عدل لي كيما تحب. كل المشاكل اللي صارت لنا في التياترو من جراء وزارة الثقافة وليس بسبب الأمن. إلا فيما عدا وضع التياترو مع المجتمع المدني. منظمة حقوق الإنسان، دفاع الحريات، هذه كله لا، وقتها الأمن يتدخل بشراسة وب هذاك عم فهمته. فيما عدا ذلك كل الأمور الفنية المسرحية، شنو اللي قلقها وزارة الثقافة؟ شنو اللي قلقها بالضبط حسب إذا كان اليوم باش تعمل؟ لا ثم يعني أنت أنا نرجع إلى فترة منعت المسرحية وأنا قد عبرت على أنه نتمرد على قرار المنع، ووزارة الثقافة علمت الوزارة الداخلية أنه فلان من راسه بشعر رغم القرار، وجاءوا طوقوا المسرح وصارت لنا الإشكاليات هذه. المفوض من الداخلية مش يحرس القرار إنسان من ألطف مثما ومن أثقف مثما، يعني لما تحل المشكل. كلمت أنا صديقنا في محمد قديش، كان صديق المسرح، قلت له عندي اقتراح، هاك تنجموش كم تعمل مركز العمران، جيبوه هو مدير إدارة المسرح ومدير إدارة المسرح حطوه انتوما في الداخلية. كلام الليل، كلام الليل، كلام الليل. ألوغ لا جينيز، منين جات فكرة كلام الليل؟ اللمة كيفاش اخترت؟ شنو الفكرة؟ شنو المشروع في كلام الليل؟ هو المشروع من الأول هو سبقت وتمثيل كلام شوية، نعم تمثيل كلام صحيح، التربة هذيك جات من بعده حاضر بالنيابة شوية هكا مسينا المناطق هذيك اللي فيها فيها لغة وفيها استعراض لغوي غيره. ثم جات فكرة كلام الليل، قلنا كيفاش نجمو نعملو صياغة أنه تقرب بين الفنون، ماهيش ومجزأة وتاخو كل حد ياخو منها لا نحكي مع مخرج متاعي، أي كل حد ياخو منها اللي 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 حاجته بيه، أي ورقص موسيقى فنون. هو أنا ثم كانت برنامج في إيطاليا، أي؟ إيطالي، برنامج إيطالي في الراي أونو أظن، أي؟ فيه هكا سبكتاكل يتعمل على المسرح بحضور الجمهور، يتصور ثم يتذاع. استلهمت منه هذا الفكرة هذه وبدينا في المجادلة. كان مشروع أصله مع التلفزة الوطنية، التلفزة الوطنية. نعم. بعد الحلقة الأولى وقتها ثم شوية انفتاح مع سنوات الأولى متاع بن علي، العامين الأولانيين 89. بعد الحلقة الأولى قالوا والله هذه تو معناها اللي ماك تعرف التكلفة نتاعها غالية شوية، نجم كيف ما نذبين كان موضوع التكلفة على حتى تقديرك ولا موضوع آخر؟ طبعا موضوع آخر، موضوع آخر طبعا. موضوع بروبو، موضوع لا اختانا من الحكاية هذه تاع منين جبتوها، ما فهمتش منين مصدرها. من بعد ما الإدارة خذت قرارها تلقاها وصلت الفوق، والفوق قالوا لهم مش قاعدين تعملوا حاجة من النوع هذا. كل حال احنا قلنا لهم باهي تو ننجوها احنا وانتم صوروها وبيعوها، الله يبارك. وتمادى الأمر حتى السابعة، تمادى الأمر. احنا شو عملنا من الأول؟ قلت الحيلة وين هي؟ الحيلة أنه احنا وقت اللي بعثناها قلنا هذه منوعة مسرحية، منوعة لا ينطبق عليها قانون لجنة التوجيه، وقدمنا بهالشكل هذا الأول الثاني الثالث الرابع الخامسة السادسة السابعة من غير بدون المرور بالجماعة اللي هم عندهم السكر ويرقدوا في العرض ترى ويبداوا يفركسوا فيها وما فيهاش، وهذه حاجة خارقة العادة، ممتاز حصلناها. إلى أن جات ثامنة، ثامنة بعث لي وزير الثقافة قال لي بربي خوذ بخاطرهم ويخلي يجيوا. كان وقتها عرضناها في حمامات، فعرضناها خذينا الموافقة. التاسعة عرضناها من غير لجنة، جات العاشرة قالوا لا كيفاش تو لازم فالعاشره منعت معناها بصفه كليه. صارت مشكله للنكته معناها السيد الوزير الاول وقت سي حامد القروي كان قصد سكرته، حجز سكرته ولدتها، كان جاي يلقى الامن ومطوق واقف ثم قالوا ما كهو مشى قفل راجعا. فهذا كله العاب لا تنفي انه يعني المضايقه
أصبحت معناها نوع من مستمتعين احنا بالمذايقة، نلعب احنا فاروق قطوس. لو هو لا هو عنده الجدارة، قطوس ذكي ولا ما هوش ذكي، ما عندوش الجدارة، ما عندوش الجدارة، ما خالبو احنا نبيع ونشريو. ما ثم حتى مسرحية تمنعت. نحكي شوف في مجال المسرح الصحافة الأمور السياسية هذا كان موضوع آخر. أما لم نكن مضطهدين بالدرجة اللي قد يسوق لها البعض. وقت اللي يجي من بعد 2000 عملت تنجيزة ل 2012-2013 مثال شو وتنرجع من بعد التياترو ستوديو كلام اللي لزيرو فيرجول صفر فاصل علاش؟ على وقتها احنا ما انت انت وصلت الناس. الى درجه مثال خلينا نسال كل. وصلت الى درجه تقول يا اخي شبيه معناتها بريسك تجربه كريم الليل بالنسبه لي كان صارت ما وليد بريسك تقول يز يا كاو ستوب يا جماعه ستوب معناها اي ثم بعدها قبلها ثم كريم الليل يسطو عليها لصوص بغداد اي صحيح هذيك صارت صحيح هذيك هي داكورد. لكن في كل الحالات تقريبا السوكسي نتاع كلام الليل خليك في وقت من الاوقات ما يعرفوا توفيق جبالي والتياترو كان بكلام الليل على خاطر وقع نشرها في الفيديو في اليوتيوب لوحدك علاش الناس ما تعرفش اكتشفوها من بعد اكتشفوها بعد 2011 الناس اكتشفوها قالوا صار كان كنا كان هذا يتقال عادي يعني ما كانش ثم بطوله كان يتقال يعني ماش بطولة على سؤالي أخي أنت حسيت روحك تعمل في الفكاهة السهلة معناها في وقت من الأوقات ولا شنو فهمت؟ الفكاهة عمرها ما كانت اختصاص أي سيدي إجا نعمله ولكن الفكاهة هي أداة من أدوات الكتابة شيء طبيعي يعني أنا نتصور الفكاهة هي نوع من هكا السخاء بالنسبة للمتناول شو معناها هو شو معناها يعني إجا ندزوا البيدق لا إجا نضحكوا حتى على المآسي مثالش ولكن المآسي ما نحبش المآسي الوافش إجا ناخذ الأمور بصفة أخرى شعيرية مش سوسيو بسيكولوجية لهنا توفيق جبالي اللي يهمني في الحكاية دابور إيفيدامون التياترو في حراك المدني كان اون بلاتفورم بعزيز كاميليا جبران ليزارتيست من العالم العربي الكل الناس اللي تجي معناها حركة كبيرة ياسر في التياترو من بعد تجي لاكتور ستوديو في 2004 تياترو ستوديو ولهنا حبيت نرجع لسان انا مثلا موجوده في زيرو فيرغول وقت اللي الناس تنهش في تونس وتونس في القاع هذا ريته في 2012 انا سي انسان اللي المبوكو مختي شكون ينهش في تونس؟ شكون ينهش في تونس؟ اليوم نقصت بيك سفري عملت تنجيزة كبيرة ياسر أما يدري مازلنا 10 دقائق ويهمني رأيك في الموضوع أنك تحكي من 2012 على تونس اللي على القاعة وينهش فيها الناس الكل شكون ينهش تونس؟ فانت كونت منهم فيهم ماليها ينهش فيها ماليها ماشي النهش والمنهوش قال الآخر ينجم يكون المنهوش كان يلقى فرصة ينهش نفسه بدوره هو على فكرة هي فكرة صفر فاصل كان تهمة صفر فاصل مواكا احنا كان نقول هذوك مش مع صفر فاصل هو كان الغرض انه احنا نؤكد اننا صفر فاصل فخورين ان احنا صفر فاصل لانه احنا اذا كان مثله أقلية فيا حبذا وندافع على الفكرة هذه لانه هذا الإجماع اللي هو ولا كانوا شرط من شرط المواطنة أنه الناس كل كيف كيف لا الناس هم مش كيف كيف أنا صفر فاصل أسومي صفر فاصل ونص هو مثلا ماشي هو كي نولي كي يولي صفر فاصلات في المجتمع نولي وربحنا عندنا احنا تو ما فماشي ما يولي كل عندك صفر فاصل واحد وواحد ونص واثنين وثلاثة من بعد بالصفر بشوي بشوي بصفر فاصل خليني أنا صفر فاصل طبعا العركة متاعنا اليوم مجتمع التونسي شنو ما هو هذاك صفر هذاك الناحيه هذاك الناحيه هذاك الناحيه مش نتاعنا هذا الاجماع يا اخي شكون يقرر شنو نتاعنا وشنو مش نتاعنا كان قبل الاجماع بوليسي تولى الاجماع سياسي هكا ولا التفرقه كان قبل البوليس موحد المجتمع مش من غادي يجيك فلان
هو امشي من غادي وانت امشي من غادي وفلان هذاك امشي من تحب, اما ينجم يجيك فلان هذاك من غادي وعنده فلان اخر يجيك من غادي. يعني هالفوضى هذه اللي هي خناقه, ماهيش خلاقه بكل, هي خناقه خناقه, ولكن هذا يلزم يسير. مانيش نتعجبوا, انا قلت لك بكل بكل تواضع معناها انه هذا الشيء نابت منذ عشرات السنين, الان بلغ الغله نتاعو عطات. اما ما نستغربوش شنو اللي قاعد يصير. اللي قاعد يصير كان لازم يصير بال11 ولا بال14 ولا بالكث, هذا المجتمع مشى 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 ومن بعد عيا وقاعد يزبط حتى لين تاتر الهزام والسبطان يجيبش معناها التخمير هذيك, ممكن واحد يتخمر من بعد يتهد وتجيبش فكره هكاك, تجيبش بوسعديه اخر. الو على هالمشروع هذا الكل وفكره القيم توفيق الجبالي, مره تعرفت مره دعيت الى ندوه حول القيم, فيها علماء اجتماع وفيها ناس, فقلت لهم القيم اليوم في عنا كما البالة بتاع الفريب, تتفك البالة وعندك السراول والمراول والكساي والفورير والجلد وجد الحنش وجد الزرزومية, انت معرفتك بالمواد هي اللي تعطيك تعرف القطعة الباهية مش مقطعة باهية, ولكن كلهم بعضهم فرد بالة. مجتمعنا اليوم فك البالة بتاع الفريب, افرد وكيفاش نقولوا وفرح الصغيرات, معاش كان وضحت لك لا واضح, لكن اي دور للمثقف في هذا الكل جوستما, اي دور ما المثقف هو بيدو مرض في هالمرض هذه, ما المثقف هو منين جاي, هو المثقف منين جاي, اش معناتها ساعه مثقف, ساعتها مثقف في التعريف هو اللي ينتج افكار ولا يستهلك افكار, اذا كان هو يستهلك افكار ما عادش مثقف, ما نقولوش مثقف هو, ولا كيما المسرحي اذا يستهلك هو افكار ما عادش مسرحي, الموسيقي اللي يستهلك تراث ولا يستهلك ما عادش موسيقي, مش ليش المثقف اللي عنده المشروع ثقافي جوستومون لهنا, وقت اللي البوصله تضيع شويه, وقت اللي الباله ترمي على كل شيء وتحل الجلود الكل وتفرت الدنيا الكل, يلزم حد يعطي القيم, يقول راهو الجلد هذا كاليتي معينه وهذا راهو غشة فيه مغشوش, ثم قيم مغشوشة وقيم متاع الماضي. هل استوى اليوم المغشوش يعني, هل استوى اليوم المغشوش بال 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 بالكاليتي سوبيريور, هل استوى اليوم طبعا الطبيعة دونك تخلطت الطبيعة, خاطر المغشوش أرخص, طلع المغشوش اليوم أرخص يتبعوها تساعد, خاطر تساعد الناس كل المثقف تحكي عليها والفنان تحكي عليه, هو اللي يعيد إحياء القيم قيم صحيحة وينتج قيم جديدة, يجدد القيم. ولكن شو ما القيم تاعنا اليوم, شو أنت شو القيم تاعنا تقولش علينا اليوم, ما أنت اليوم بسيرش خلف. أنا تبعتك شوي في السنوات الأخيرة هذه وسمعت لك برشا على أساس أنه تقريبا تقولش عليه كيف العبقري كيف الجاهل كيف يتساوى, هو في مجتمعنا يتساوى, تبدأ تكون عبقرية وحاجة كله كيف هذا مخطر ياسر, هذا الوضع اليوم. القيم المعرفة, قيم العمل, قيم الصدق, قيم حتى السبان, هذا السبان ماشي قبل, حتى السبان تبدل, سبان تقول فلان نذل, فلان ساقط, فلان مش متربي, ما عادش تأدي المعنى, حتى السبان يعني حتى القيم هذيك فزدت, شو باش تقول, ما نجمش نعاود فيها, ما نجمش نحاول واطي واحد واطي واحد نذل واحد اي اثنيه, دونك اثنيه وين اثنيه, الطنجره تغلي, الطنجره تغلي. الرئيس بن علي مره تخلى الانترنا يقاهم يطيبوا في الفطور تاع التلامذه, طنجره هكا فيها تغلي عاد قال طنجره بطاطا وجلبانه شو هذا, قال فوضى, هذه هي فوضى الذهن العسكري, يحب هو البطاطا على جهه والجلبان على جهه واللحم على جهه, تو احنا فك الطنجره بتاع مرقه الجلبانه ايه داكو. لكن انت تمشي للمشيشي مثلا
يفهمك تفهمه تحكي فرد لغة، اش قتلوا اش قالك سمعك فهمك ما فهمكش ما نحب نعرف. أنا مانت أنا سيل مشي قبلني قبلني ما عندوش مازال ما دخلش في الماكينة خل مازال في الحائط المقبل عطوش لبس حكينا لبس. حكينا وقت اللي خرجت من الجلسة متاعه وإنسان مفتح وظهر لي ويفهم وكان اسمع فيها وسمعنا بعضنا وعطي الصحة وكان كان أنيق وغيري. كي خرجنا ما حبيتش نعمل تصريح للصحفيين ما عندي ما نقول، ولكن كنت باش نقول لهم مرة ثم إشحاء داروا به كوليدات صغار في السوق ونتشوا فيه من هنا وقول واحد من جبت ومن جبت وكذا حد باش يهربهم. قال شوف شوف ريتوا برا غادك فك الربوة ثم حرس غادي وطبال وزكار وحم وعلو مشاو 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 بعد قال شحاب ربي غيرت الحكاية بالحق هي وثم زردة يخل نمشي نخلط عليهم خلط عليهم زادوا شدوه وفرتوه له الدنيا استراع دوك المشين هذي والجيين كله أي أي. طمعين في الزردة معناها باش تجي هي هي الزردة وهم الزردة ولا هو اللي يشد الناس لل ألوغ وشنو الزردة؟ تونس ألف وردة تونس فيها فيها المفكر فيها العبقرية فيها انفتاح على العالم فيها الحرية الشخصية. اليوم شباب قاعد يقول فضاء الحرية هذا يمتعكم راهو ماهوش كافينا موجود. وراهو فضاء اللي بالنسبة ليكم مكسب احنا راهو بالنسبة لينا سي لو بي ا با دو لا في كومون وين ماشيين موجود اللي تحكي عليه موجود الالتيرناتيف موجودة نعملوش احنا نقولوا احنا فاهمين وما حد شيء لا لا موجود الشباب اللي تحكي لهم موجودين موجودين في المجال الفني المجال التقني المجال المجتمع المدني المجال صفر فاصلات برشا موجودين تو احنا عندنا تجربة من خلال التياترو اللي هم قلت لي انت قبيله مسرح النخبه يعني بون تعريف هو ولا اركايك ولا مسرح النخبه معناتها النخبه ما فهمش مسرحنا سيدي احنا كل يوم نعرضه تقريبا من اللي بدا الموسم في كل ليله تقريبا وكل ليله القاعه مليانه شكون بهذا الجمهور اللي هو 2011 عمره 10 سنين دونك عركة قيم دونك عركة متواصلة عركة متواصلة عركة قيم متواصلة الجدلية هذه باش تعطي مهما كان الصفة بعد جيل بعد جيلين بعد ثلاثة باش تعطي شوية نوع من النضج خبرة باش تعطي النضج وحتى الأفكار الظلمية هي بيدها باش تتحلل من الانحلال باش تقعد لأنه الثمرة ماهيش سليمة دونك باش تتحل بطبيعة الحال باش طفيق جبالي جوستومون الجينيراسيون هذه اللي تحكي عليها واللي اليوم يمكن في بورتري احنا حابين في الليميسيون هذه يسمعوا كباراتهم شويه مش من باب القدر ينجموا يقدروش ما انا حتى مشكل لكن من باب يعرف في كلمتين ثلاثه انت ايش تقول للناس اللي تطلع المستقبل افضل في الارض هذه اللي عنده حجره يرميها اللي عنده فكره يعملها قعدش تقول أنا راني ما عطانيش وما جابوليش وما مسونيش وما خلصونيش أعمل واللي عنده قبيحة يقولها بيقولها. واللي عنده مشروع يقول واللي عنده دار يبنيها واللي عنده مشروع يعمله حلمة توجد نرجع واللي عنده الحلمة يما يرقد يرجع يرقد شكرا توفيق جبالي بارك الله فيك شكرا ليك اللي معانا تتقاسم نظرتك الجزء من الماضي لكن زاد الحاضر للمستقبل ان شاء الله الطلة تكون طلة اكثر تواتر ما نعرفش انا على ذمتك مره كل ثلاثة سنين مثلا تنلم القطايع كل وتجيب مشروع جديد تجيب من الفريب تنلم القطايع من الفريب شكرا لك توفيق جبالي بارك الله فيك شكرا جزيلا.